فعل ما تريد ما تشاء روحي لك جابا محلاك مغلاك ملاك علاك حكام. مرحبا بكم في قناة مطبختي نمسان. اليوم البنات جبت لكم فيديو مغاير على عوايدنا، جبت لكم مشتريات تاع التوابل اللي شيتهم المغنية. والفيديو تاع اليوم حبيت نشوف فيكم شكون شاطرة في الرياضيات وتعطيني السعر تاع الكيلو لكل نوع من التوابل. اذا خليكم معايا وراسلوني في التعليقات ديالكم. البنات كما شريت الشكارة تاع لي زيبيس راني عاد ما حليتهاش، هيا حبيت نفتحها قدامكم. انا من الدار نشري لي زيبيس كل شهر، نشري بكميه صغيره على خاطر انا عندي العشاب قدام باب الدار كما نحتاج نشري. كما تعرفوا لي زيبيس كيبردوا يتبدلوا في البنه ديالهم، بصح اليوم شريت بكميه كبيره على خاطر خاي كان ماشي مغنيه رغبته هو اللي شرا لي، الله يجعل ربي يحفظه ويحفظه من الطرقه ان شاء الله. عطيتو القائمه اللي هي ليست، كتبت له كم صواح اللي كانوا يخصوني وهو اللي سخر لي. حبيت اليوم نوري لكم الكميه تاع لي زيبيس اللي هي التوابل، نوزنوها معا نشوفوا الكميه ونقول لكم السعر ديالها بالدينار الجزائري تاعنا. وانتم في لي كومونتير تقولوا لي الا حتى نتوما يحسبوا لكم هاد لي زيبيس بنفس السعر، هكذا باش نعرفوا الا راهم يحسبوا لنا غالي ولا رخيص. نمشي انا نجيب الميزان ديالي نعاود نرجع لكم. نحل الشكاره بسم الله. شوفوا ها هي دي القائمه اللي كتبتها له، كما كتبتها له طحاها للداخل، كتبت له كامل الكميه، شفت شحال باقي لي من التوابل وعملت الكميه. كاين اللي كانوا كملوا لي كامل شريت بزياده، وكاين اللي كانوا باقي لي شويه اذا شريت منهم كميه صغيره. هيا دي لا ليست. دائما كي تخرجوا تسخروا خاصكم تكون عندكم لا ليست. ماذا بكم دائما تتمشوا بالورقه والستيلو، لانكم ما تخصني شي حاجه نكتبها في ورقه على خاطر شحال مخطره نكون متفكره شحال حاجه كي نخرج لبرا يتلف لي كلشي، مش عارفه الا غير انا تصالي ولا حتى توما تخطاني الورقه والستيلو ما نعمل والو. نبداو بسم الله. شوفوا اش مشيت، شريت فلفل الاحمر، شريت راس الحانوت، شريت سكنجبير، فلفل اسود، وشريت الكركم. هادو شريتهم بكميه كبيره كما راكم تشوفوا، يتمشى انا بزاف عندي لي زيتين، انا من عشاق تاع التوابل. وهادو شريت شويه على خاطر كانوا باقي لي، شريت هذا شويه كمون، هذه قرفه غبره، وهذا الحرش تاع الجداد شوفوا كتب لي دجاج، وشويه تاع الفاعود. هادو هما كامل المشتريات تاعي، بصح كما الساندوتش شحال مخطره نشريه، كما الزعتر، يعني كاين بزاف لي زيبيس اليوم ما شريتهمش كانوا باقي لي في الدار. اذا مباشره نمشي نقول لكم الكميه والوزن. وصلنا للمرحله المهمه تاع الفيديو اللي هي باش نعرفوا كل تابل اللي هو كل ايبيس بشحال السعر ديالو وشحال يوزن. مثال عندنا الفلفل الاسود اللي حنا نسميوه التفاوح، ما نقولكمش على الريحه، ريحه تفنزر كعفا، ريحتهم ريحه قاطعه بزاف، فما تمشي تشموها من باب الدار تشموها، خساره توصلكم غير الصوره ما توصلكمش الريحه. ما تقولوليش شريت كميه كبيره على خاطر انا التوابل تاع مغنيه نموت عليهم. اذا انا شريت هذا فلفل اسود شريت 30 اللي هي 300 دينار جزائري، الوزن ديالها كما راكم تشوفوا جات 305 غرام، يعني تقريبا قولوا 300 غرام. اذا 30000 قابلتها 300 غرام تاع فلفل اسود. نتوما في لي كومونتير تقولوا لي الا حتى نتوما هكذا باش نشوف الا راهم يحسبوا لنا غالي ولا رخيص، هكذا نتفاهموا البنات. هذه بالنسبه للتفاوح فلفل اسود. نفوتوا الفلفل الاحمر، هو الفلفل الاحمر شريت 20000 اللي هي 200 دينار جزائري. شوفوا 200 دينار جزائري ولا 20000، شوفوا شحال جابتني الوزن 290 غرام. اما التفاوح غالي على الفلفل الاحمر. هذه بالنسبه للفلفل الاحمر. نفوتوا للسكنجبير، حتى السكنجبير شريت 20000 اللي هي 200 دينار، اذا السكنجبير وزلت لي 265 غرام. 20000 تاع السكنجبير جابتنا 265 غرام. نتمنى ان الصوره تكون واضحه في الميزان راكم تشوفوا العدد. هذه بالنسبه للسكنجبير. نفوتوا للكركم، حتى هو شريت منه 20000. هو دي شوفوا الكركم 20000 جابتنا كميه كبيره، اما الكركم رخيص جابتنا 401 غرام، يعني 400 غرام. 20000 تاع الكركم جابتنا 400 غرام، انا كنت حاسبته رخيص كنت ما نشريش كامل 20000. اذا هذه بالنسبه للكركم. بالنسبه لراس الحانوت، هذه 20000 تاع راس الحانوت، ها هي دي 200 دينار. راس الحانوت جابتني 20000 344 غرام. هذه بالنسبه لراس الحانوت، راس الحانوت هو خليط من لي زيبيس، انا نشريه واجد ما نخدموش في الدار. اذا شريت الفاعود، شريت ديميل، هاو دي ديميل جاتني 56 غرام، هذه 100 دينار.
تاع قرفه عود، قرفه مطحونه شري تحت هي ديميل، 100 دينار تاع قرفه غبره ولا مطحونه جاتني 86 غرام. بالنسبه للكمون شريت ديميل هي 100 غرام جاتني 130 غرام تاع الكمون. الكمون حتى هو شوفوا غالي، السعر ديالو ماشي رخيص بزاف، جاتني غير 130 غرام. وبالنسبه للحراش تاع الجداد حتى هو ديميل شوفوا غالي حتى هو السعر ديالو، جاتني ديميل جاتني غير 88 غرام. تاع التوابل الدجاج هادو بنان بزاف، راكم شفتوني نخدم بهم بزاف، تتمشاو عندي هاد التوابل تاع اللحم الدجاج، وكاين توابل تاع اللحم الخروف، وكاين تاع السمك، كاين تاع الحريره، كاين تاع بركوكس. انا ما نخدمش بزاف بهذوك الانواع تاع الحريره تاع بركوكس، حكي لي يحبهم. انا نحب الاصبر، الكرويه كانت عندي في الدار عليها ما شريتهاش اليوم. هذه هي بالنسبه للفيديو تاع اليوم. انا من الدار عمري في الحق ما وزنتهم، نشري 20 ميل ديميل ونعمر في البؤالات تاع لي زيبيس. بصح اليوم شوف كي وزنت عرفت الكميه، هكذا باش المره الماجيه نعرف شحال نشري. نتمنى ان الفيديو تاع اليوم يكون فدتكم ولو بالقليل. اذا راني نستنى في التعليقات ديالكم باش تقولوا لي الى نفس السعر يحسبوه لكم بالنسبه للتوابل تاع نهار اليوم. هذا هو الفيديو، ما تنسونيش البنات باللايك وبالتعليقات ديالكم، اللي نفرح بزاف كي نقراها، ونشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. محلاك مغلاك مولاك علاك حكام الملوك تخضع لي امره.